ليجزيهم الله بأحسن الذي كان يعمل. رب العالمين، أنت عندك صلاة وصوم وحج وزكاة وبر والدين وطعام الجار، عندك أنواع من الحسنات، ورب العالمين أرحم بك من أمك وأبوك. فرب العالمين يختار لك أحسن ما رأى فيك وأحب ما رأى من عباداتك له، يقول أحاسبك على هاي، الباقي خليه بلاش، اتحاسب على هاي يا عبدي، أنا أحب هذه. فأنت تعال، أنت مع الصادقين، أنت مع العلماء العاملين، أنت مع مكرمي الجار، أنت مع المجاهدين، أنت مع التاجر الصدوق. وقس على هذا، أنت التاجر الصدوق وأنت تصلي وصوم وتحج وزكي، لا، قال أحسن أعمالك ليزيهم أجرهم.